اللحظات اللي عم نعيشها هون داخل مدينة حلب مستحيل أي حدا يكون عم يعيشها أو حدا عاشها من قبل. ممكن بأي لحظة نموت، ممكن بأي لحظة يتم استهداف أي تجمع سكاني. الناس الموجودين داخل الأحياء موجودين بوقع كثير صغيرة داخل المدينة، يعني هم عبارة عن 4 أو 5 أحياء. بعد خروج الناس من أحياء السكان عم بيعملون فيش أمنة على الحواجز الموجودة. أغلب السكان أو الأشخاص اللي لهم علاقة بالثورة أو شاركوا بالثورة السورية هن أشخاص لازم يروحوا على السجن. كثير من الناس راحت على السجن، كثير من الناس اتصفت ميدانيا بدون ما ينذكر أي شيء عنهم أو بدون ما نعرف أسماءهم. أي قذيفة أو أي برميل عم ينزل هو فعلياً عم يسبب مجزرة كتير كتير كبيرة داخل المدينة. ما في كلام اقدر احكيه بالنسبه لهذا الشيء او للشيء اللي عم يصير داخل المدينه. ممكن يكون هذا اخر اتصال، ممكن بعد لحظات اتصاب او استشهد او موت او ان شاء الله. ان شاء الله.